حقيقة دور المرأة في العدالة الانتقالية وفي المسار الحقوقي في المغرب يعود إلى سنوات السبعينات، بحيث أن النساء شكلنا قوة أساسية كانت جنين الحركة الحقوقية. قبل نشأة الجمعيات الحقوقية في المغرب، النساء الأمهات الأخوات البنات هن اللواتي شكلنا حركة عائلات المعتقلين السياسيين، وتعبأنا بواحد الشكل منقطع النظير، رغم أن أغلبهن لم يكن يغادرن حتى منازلهن، ومع ذلك تحركنا بقوة وتعبأنا على كل واجهات وكل أساليب النضال، من الوقفات، من المسيرات، من البيانات، من يعني من أجل كشف حقيقة يعني مصير المختطفين، من أجل العدالة والمحاكمة العادلة للمعتقلين، من أجل الاعتراف بحقوقهم الأساسية داخل السجون. يعني كانت يعني لعبوا واحد الدور هام جدا، وواصلنا حضورهن وفعلهن إلى أن جاءت هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي كان لهن فيها واحد الدور محوري جدا، بحيث أنه بعد ما نساوش بأن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتمدت مقاربة النوع الاجتماعي في كل أشغالها، من فلسفتها واستراتيجية عملها وفي كل واجهات الاشتغال، سواء في التحريات أو لا في جبر الضرار أو لا فيما يتعلق بجلسة الاستماع العمومية إلى غير ذلك، انطلاقا من كون الهيئة وقفت على حقيقة أساسية مفادها أن النساء يعني شكلنا واحد الضحايا، يعني كان مسكوتا عن معاناتهن من سنوات الرصاص ومن انتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب في تلك المرحلة، وبأن معاناة النساء من الانتهاكات كانت يعني ذات أبعاد مضاعفة، و يعني لم تعشنا تلك المعاناة كما عاشها الرجال. فالمرأة مثلا تعرضت لأصناف خاصة مبنية على كونهن نساء، في التعذيب، في الانتهاك إلى غير ذلك. كانت هناك نساء مغتصبات، نساء مهددات بالاغتصاب، نساء تعرضنا لأوضاع يعني نقول لك تتعدى حدود الانتهاك إلى اللا إنسانية، مثل النساء اللواتي وضعنا في المعتقلات، النساء اللواتي اعتقلنا مع الرضاع وما كانش عندهم حتى الحليب اللي يرضعنا هاد الأطفال، اللي ما عندهمش حتى باش يخرقوا دوك الأطفال. النساء ما كانش عندهم يعني حتى في الفترات ديال التمط ما عندهمش يعني ما يسمى بلي سيرفيات هيجينيك، واحد الصناف معينة من هذا، اللي لأن النساء اعتبرنا آنذاك من طرف الجلادين لا يتحدين فقط النظام السياسي، ولكن أيضا كل المنظومة الاجتماعية الذكورية الكذا. ديك الساعات لما كنا مثلا في درب مولاي الشريف تيقول لنا تنتم باغيين ديروا السياسة، تنتم باغيين ديروا المعارضة وتغيروا الأوضاع، ما قدروها مالين الشلاغم جايين نتوما يعني، وتيبداو تتحس بأن هناك واحد النوع من في الهيئة. طبعا كان النساء عندهم مكانة خاصة جدا محورية، وهذا على تبيناه من خلال الدراسة ديال كل المعطيات اللي متوفرة لدينا من طلبات المتوصل بها، ومراجعتنا لمفهوم الضحية، لأنه كنا دائما نقول الضحية المباشرة والضحية غير المباشرة أو ذوي الحقوق، بحيث مثلا زوجات المعتقلين وأمهات المعتقلين كنا يعتبرنا في السابق يعني ذوات حقوق ولسنا ضحايا، في حين أن النساء احنا الموقفنا في هيئة الإنصاف والمصارحة على معاناة النساء اكتشفنا واحد الفضاعات اللي تعرضوا لها النساء، من تنكيل، من اعتقال أيضا، من يعني المراقبة الدائمة، من العزل الاجتماعي لأن الناس يخافوا منهم، من وصم اجتماعي.
من كل ساعه يتسدعى، واضافه من بعد ملي تيدخلوا للسجون تيولي خصها القفه كل اسبوع، وخصها الدبز باش تاخذ الرخصه، وتصارع مع الامن وكذا، محروسات دائما. المراه اللي ما كانتش تخرج من دارها ولا خصها تمشي تخدم، واخا تصبر الناس ولا دير، يعني شفنا واحد الحالات. وشفنا ايضا النساء اللي الزواج ديالهم لما تيخرجوا من المعتقل وبعد معاناه طويله لسنوات، اول ما كيديروه احيانا تيطلقوا هذوك النساء وتيتخلاو عليهم وعلى الابناء ديالهم. واحد معاناه ديال النساء رفعنا من الوضع ديال هؤلاء من النساء الى مستوى ضحايا، هنا ضحايا ولسنا فقط من ذوي الحقوق. ودخلنا ايضا في جبر الضرر واحد العدد من الاعتبارات اللي امكنت في من الانتصاف، يعني الانتصاف العادل لهؤلاء النساء. درنا واحد البونوس لنفس مثلا لنفس الانتهاكات. نحن نعرف بان النساء هناك عندهم واحد ما يسمى بالمسكوت عنه، انتهاكات يمكن تحرش بها، يمكن تغتصب، يمكن تهدد باغتصاب، وما كتقدرش تصرح بها، البوح بها، تتقولها لنا حنا، ولكن ما كتبغيهاش تبان في الملفات ديالها. ولذلك النساء خدينا لهم بالاعتبار ما لا يمكن التصريح به علنا في التعويضات ديالهم. ايضا دخلنا الاغتصاب كانتهاك قائم الذات، مابقاش مغطي في وسط الاشياء الاخرى. وخدينا واحد العدد من ما اعتمدناش مثلا منظومة نظام الإيرت، لأنه كانت واحد اللجنة قبل من الهيئة اللي هي اللجنة المستقلة للتحكيم، كانت وزعت على عائلات الضحايا اللي توفوا مثلا أثناء هذا على حساب المقادير اللي هي يعني منصوص عليها في مدونة الأسرة. في حين احنا في هيئة إنصاف المصاحك عندنا واحد النقاش عميق حول مفهوم التعويض. هل التعويض عن الضرر يعد إرثا حتى ليوزع على أساس لا، هذا تعويض عن الضرر، وبالتالي ينبغي أن يوزع التعويض بمقدار الضرر الذي يعني اللي لاحق الشخص، سواء كانت الزوجة أو الأخوات أو الفتيات إلى غير ذلك. ولهذا أعطينا نصف ديال التعويض للزوجة، ووزعنا تعويضات بالتساوي بين الذكور والإناث، واعتمدنا طريقة أخرى يعني اللي تتعتمد على المعايير ديال حقوق الإنسان وديال والمرجعية الكونية ديال تجارب العدالة الانتقالية. هذه بعض الأسميتو. طبعا على مستوى التحريات قمنا بدراسة أكثر من فقط التحري واللقاء بالعائلات وبالنساء في كل المناطق اللي كنمشيو عندهم، للجبال، للصحراء، للريف، إلى كل المناطق اللي هذا، واستمعنا لهم وقمنا بعمل ديال إعادة الاعتبار، إعادة الثقة، الاستماع، التحرير كلمة النساء، حفظ الذاكرة ديال النساء بتجاربهم ومعاناتهم. وقمنا بدراسة خاصة الملف، يعني الضحايا اللي قمنا بدراسة خاصة يعني علمية باستعانة بباحثين في مجال علم الاجتماع. قمنا بدراسة اللي همت سبعة ديال الجهات ديال المغرب، واللي للوقوف على هذا والوقوف على خصوصيات الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء، انعكاسات تلك الخصوصيات على أوضاعنا، ثم الآثار يعني المستدامة اللي عاشوها، سواء فيما يتعلق بعنف الدولة أو بعنف المجتمع الذي يعني ضاعف من الآلام بالنسبة لهؤلاء النساء. في التوصيات أيضا، في التقرير أيضا خرج بتوصيات خاصة بالنساء بالنسبة لتعزيز المساواة في ودسترتها، وتعزيز كل السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء والاعتماد على المساواة، لأن تأهيل النساء ونشر ثقافة المساواة والحماية القانونية للنساء والتمكين ديال النساء اقتصاديا واجتماعيا هو اللي من شأنه يعني أنه يحمي النساء من تكرار ما جرى. يعني لما تتحدث عن عدم التكرار خصك توضع كل السياسات الطبيعة الاستراتيجية التشريعية التدبيرية اللي مش انها انها تمكن البلاد من انها ما تعاودش تعيش هذا. وهذه بالنسبة للنساء، من احنا اكتشفنا بان
ديك الأوضاع يعني ديال الهشاشة وديال الدنيا المفروضة على النساء والتمييز يعيشه النساء هو الذي أدى إلى مضاعفة معاناة النساء من هؤلاء. طبعا فكان النساء أقوى شاهدات سواء في العمل الداخلي للهيئة، أقوى الأصوات في جلسات استماع العمومية، حيث أن بشهادة الجميع آنذاك كانت المساهمات ديال النساء في هذه الجلسات كانت ذات أثر ووقع قوي جدا بالنسبة للمجتمع المغربي اللي كان يتابع هذه الجلسات. أولا تنهني النساء بهذا اليوم، ونأمل أننا مستقبلا نحقق مزيد من الحقوق، مزيد من المكتسبات للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والحماية ديالها. وكان توجه النساء حتى على يعني ما يفقدوا عمرهم الاعتداد بالنفس والثقة بالنفس والحفاظ على كرامتهن والدفاع عن حقوقهن الأساسية، لأنهن جديرات بها. المرأة المغربية تسهم في كل المجالات، يعني عطاءتها كفاءتها يعني مشهود بها، وتحمل عبء المجتمع من خلال الأسرة، تقوم بواحد الأدوار اللي أساسية للأسف أن المجتمع لا يعترف بها في يعني الحفاظ على تماسك الأسرة ورفاه الأسرة والرعاية ديال الأبناء وتكوينهم وتدرسهم دروسهم إلى غير ذلك. وبالتالي خصها تعرف بأنها يعني مساوية للرجل، وبأنها لديها كرامة لصيقة بكينونتها الإنسانية، وبأنها تقوم بهذا وتؤدي واجباتها، تتخلص الضرائب مثلها مثل الرجل، لها مسؤوليات مثلها مثل الرجل، تحاسب مثلا جنائيا مثلها مثل الرجل، ومن حقها أن يكون لها يعني نفس الحقوق ونفس الحريات ونفس الحق في العدالة وفي الإنصاف.